اخر حاجه بقى دي كويس جوات اختبار كده سريع معلومات بهزار اه لعب يعني هكسبها كده لا صعب يعني ما هو انا مش كوره ولا عموما كل حاجه بقى ما انت هتغش ايه عدد بطولات الزمالك في دوري ابطال افريقيا كره اليد 12 عيب تمام امين عدد القاب الاهلي في الدوري لكره اليد ده فيها قول كتير مش عارف في الدوري 24 22 طيب فين 1-0 ليا ماشي صح حصل الزمالك على ثالث كاس العالم للانديه سنه يا رهوي 2010 ده صعب برافو عليك يا احمد ياسين مفيش منافسه ولا ايه حصل الاهلي على ثاني كاس العالم للانديه سنه 7 برافو عليك ماشي طيب فلفل في كرة اليد فريق افريقي واحد عنده ألقاب قارية أكتر من الزمالك مجمع البترول استنى خلاص اهو هو ده سؤال في كل الأحوال كده ثلاثة هاجي لك يا حماد ما تقلقش في سؤال انت كده كده ما هتبقى عارفه عشان نبقى عادلين اسمك ايه طيب خسر الأهلي كأس السوبر الافريقي سنة 2013 أمام السوبر الافريقي اقول انا ترجي الافريقي غلط مش نخصم منه بقى الزمالك لا طبعا الزمالك لا ولا ده النجم الساحلي ايوه هو فريق تونسي ايوه صح انا ترجي بس لا ايوه ماشي كده 3-1 ماشي طيب قول انت بقى فريق مصري بخلاف الزمالك والاهلي توج ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري بورسعيد برافو عليك برافو عليك يا عم حسين خبره يا جماعه توج الزمالك باخر نسخه من بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري على حساب سبورت كم عدد بطولات منتخب مصر الامم افريقيا كره اليد يا هي تونس 10 يعني هو اللي فات ده جبت ودي اللي وقعتها مش عارف والله غريبه جدا يا جماعه الصراحه طب قول شوق ماليش دعوه 9 ولا 10 ولا ده ولا ده ها قول 7 برافو اهو مصر حققت رابع العالم على مستوى الكبار سنه 2001 اكتر منتخب حصدا لكاس العالم تاريخيا وكم مره سويت تقريبا في كل الاحوال غلط اهو شفت يعني فرق معاك بقى كم مره فرنسا 6 مرات بص انا عمال اجاوب اسئلته هو انت مش بتحسب لي حاجه اكتر نادي حقق دوري ابطال اوروبا لكره اليد يا حميد عيب بقى صعب طب لو سالته الفلفل هتعرف الاجابه انت تعرف انا لا انا هتوقع انا هتوقع برضه قول كيلو ولا ايه وانت توقعت ايه برشلونه انا قلت برشلونه ما هو في كل خلاص ما انت جبت كاتالونيا يا ابني حتى لو انا صح مش هتتحسب له فخلاص يعني فرق واحد لسه فرق واحد اه يا جمال احمد ماشي فلفل لاعب مصري حقق دوري ابطال اوروبا لكره اليد ممدوح هاشم يا جماعه الاسئله دي طب هاجي لك والله طيب اسمع انت اهو احترف احمد الاحمر في فريق اوروبي وحقق معاه بطوله فلينسبورغ سهل يا احمد انا بحط الاسئله على نفس المستوى ماشي فلفل اول بطوله كاس العالم كاس عالم لليد تاريخيا كانت سنه يا نهار اسود اقول لك تاريخ سامة انت بقى طب في الستينات لو في الستينات هقول لك لا في الخمسينات طب هو كده ايه ده الدين ده مش فاهم غلط خلاص استنى بس خليه يجرب هو مش هيعرف في كل الاحوال اول كاس عالم في طب ما تقولها في الكوره كانت 38 دي سهله برضه غلط برضه في 34 قصدي ماشي انما 30 اساسا 30 احنا شاركنا احنا في 34 ده اول مره ماشي طب استنى هقول لك بقى لا صعب قوي مش عارف 77 مش عارف 77 يا راجل 38 في المانيا وكان ساعتها بقى فاكر لما كان اليد بتتلعب على نجيله اصلا أنجيلة. مش على الصلاه فاهم كره التعادل دي ان شاء الله ايه رايك الاسئله كده بقت صعبه انا قلت 38 في الكوره كان لو كان حسابها بقى بعدها اسئله صعبه ايه تمام مدرب منتخب مصر سنه 90 واللي صنع طفره كبيره في كره اليد المصريه تدمن يا ابني تدمن يا حرام عليك اه ده زوران ده حرام عليك زوران 2001 تدمن صح؟ صح طب ما كنت ببني الاسئله استنى زوران 2001 كل واحد عمال يجاوب على كل التعادل قلش ما برضو ايه انا لما بساله واقول له على حاجه سنه 90 ما كانش اتولد لسه انت بقى هتبقى عارف انا اتولدت انت اتولدت بعديها انا عارف بس يعني كده اقرب له فهو لازم ادي لكل واحد الاصعب 1-0 لسه واحد اوكي فلفل خلص
بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2002 ووصيف البطولة مين؟ 2002 الزمالك طبعا، الرجاء المغربي. برافو. جون تامر عبد الحميد. برافو عليا. اديله. طب بالنسبه لك 2002 دي قديمه قوي، كنت عندك سنتين. يبقى بطل دوري ابطال افريقيا لكره القدم 2001 ووصيف البطوله الاهلي. وصيف البطوله سان داونز. تمام. برافو علي. ماشي فلفل. لعبه ثالثه اتمرنها حميد غير اليد والكوره. سباحه انا ولا ايه؟ لعبه ثالثه اتمرنها حميد غير اليد والكوره. انت لعبت ايه يا ابني؟ طب حاجه بتلعب برضو جماعيا ولا جماعيا ولا فرديا؟ ممكن اغششه؟ خلاص لو غششت يبقى خلاص. لا جماعيا ولا فرديا بس؟ انا لا، ما انا لو قلت لك هتبقى اجابه مش هيعرفها في كل حاجه. انا ما... طب ما يعني العاب كتير قوي يعني اتوقع. انت جسمك خلاص مش جماعيا. ايه يا ابني لعبت ايه؟ تنس يعني ومش عارف. غلط. خلاص بينج بونج يعني ما روحتش بعيد. كله بالمضرب. طيب ده مستحيل كنت اعرفها. اه انا عارف، وكانت المفروض سؤاله برضه كان مستحيل يعرفها بس انت اللي اتسرعت. حميد، بخلاف كاس العالم للانديه بطوله واحده ما خدهاش فلفل في حياته في على مستوى الانديه، ايه هي؟ كاس مصر. تسلم يا صاحبي. عشان كده ما علقتش على السؤال وقتها لما انت قلت مش عايز ايه احرقها. احنا كده متعادلين، خلي بالك. تعالوا كومباك جيم مسابك انت. طيب لو قلت صباح الخير صباح النصر، احنا بناكل قد في مصر. خلص الحوار على كده. شكرا يا رجاله ونورتونا في الجول والله. التعادل خلاص، خرجنا حبايب مش مشكله.